أهلا بيكم. في ناس بتقول قصص وحكايات عن الثعابين، وفي ناس للأسف الشديد بتفتي، والفتاوى في عالمنا العربي ما شاء الله. الحكاية هذه ممكن تكون عادية، لكن لما تكون الحكايات بتتقال من ناس مثقفين، ناس ليهم قيمتهم، ليهم وزنهم، ليهم قاعدة جماهيرية، ليهم متابعين، وتقال فيها أشياء غلط، هنا لازم نوقف. قبل لا أتكلم في الموضوع، ما بشكك في أحد ولا بقلل من قيمة أحد، كل الناس على راسي من فوق. والحلقة هذه حبيت أسويها عشان مستقبلا أي واحد يتكلم في أي موضوع يكون فاهم إيش اللي بيصير بالضبط. شيخ من الشيوخ ذكر قصة في وسائل الإعلام عن الناس اللي في إفريقيا كيف بيصطادوا الثعابين، وكيف بيكونوا هم اللي بيفترسوا الثعبان. معروف في إفريقيا إنه بعض الناس بيدوروا على الثعابين الضخمة، يشوفوا جحرها فين، بيدهنوا رجولهم بمواد وأعشاب ويلفوها بقماش ويدخلوها في جحر الثعبان. الثعبان بيفتكر إنها فريسة، فبالتالي يجي يبلع الرجل، يسحبوا الإنسان برجله بالثعبان ويقتلوا الثعبان. اللحوم بيستفيدوا منها بيأكلوها، الجلود يا إما بيبيعوها يا إما بيسووا منها مصنوعات جلدية. الحكاية هذه معروفة، لكن الشيخ لما تكلم في الحكاية هذه قال معلومات كثيرة جدا غلط. قال إنه النوع هذا الأناكوندا، الأناكوندا ما هي موجودة إلا في غابات الأمازون فقط. قال إنه ثعبان سام وسام جدا الأناكوندا، وكل الثعابين الكبيرة اسمها الثعابين العاصرة، ما هي سامة وما هي خطرة نهائيا، ما فيها سم. ذكر الشيخ إنه طول الثعبان 14 متر، والحكاية هذه برضو للأسف غلط، لأنه أكبر ثعبان أصطادوه طوله 11 متر ونصف تقريبا. ذكر إنه الناس بيدهنوا رجولهم بترياق للسم، الحكاية هذه برضو غلط، لأنه الترياق لو كان الثعبان سام لازم ناخده عن طريق الدم، ما ندهنه على الجسم. أشياء كثيرة جدا غلط ممكن تشوش على بعض الناس، ممكن تسوي ارتباك عند بعض الناس، ممكن تضر بعض الناس. لو واحد في يوم من الأيام شاف أناكوندا أو تعرض لأناكوندا في أي مكان في حدائق الحيوان أو في أي مكان، وعضته بالصدفة وافتكر الكلام ده إنه الأناكوندا سامة وسمها قاتل وإنها خطرة جدا، ممكن الخوف والهلع اللي حيصير عنده هو اللي يموته. نفكر قبل أن نتكلم في أي موضوع ونشوف هل المعلومات صح ولا غلط. شيخ تاني ذكر قصة طريفة، إنه واحد ثقة حكاله ناس عندهم جنازة راحوا المقابر عشان يدفنوا الميت، فتحوا القبر لقوا فيه ثعبان جوة القبر، راحوا قبر تاني لقوا الثعبان نفسه موجود في القبر التاني، حاولوا كذا مرة إنهم يدفنوا الميت لكن الثعبان كان ليهم بالمرصاد مستني الميت. راحوا استنجدوا بالشيخ، راح الشيخ شاف الموضوع. في الحكاية بيقال إنه ثعبان ضخم جدا، حاجة مهولة، حاجة خارج نطاق العقل البشري، حاجة كبيرة جدا. الشيخ قال لهم أدفنوا الميت، ما قدروا لأنه الثعبان كان متربص بالميت، قال لهم نغير المكان نروح مكان تاني، حاولوا برضو كذا مرة ما في مجال. ففي الحكاية الشيخ بيقول إنه جابوا سيخ حديد معكوف ودفوا به الثعبان، ثعبان ضخم جدا حاجة مهولة، ندفوا بسيخ حديد، حطوا الميت في القبر. الشيخ قال لهم أكفلوا القبر عليه بسرعة، وهم بيكفلوا القبر الثعبان نط جوة القبر ولف على الميت وكسر عظام الميت. الثعبان ليش يكسر عظام الميت؟ الميت لو قطعناه ما أعتقد إنه جسمه في مشكلة. ما في ثعابين بتكسر عظام، الثعابين بتعصر أو بتسوي عملية اختناق، وتكلمنا عن الحكاية هذه. الناس اللي شافوا الحكاية هذه أو اللي حضروا الحكاية هذه، والحكاية دي على فكرة أكثر من واحد ذكرها في أكثر من دولة، ليش ما صوروا؟ ليش ما انتشر الموضوع؟ ليش الناس ما وثقت الموضوع هذا؟
للأسف كلام بناخده وبنقوله بدون ما نفكر فيه، بدون ما نتأكد من صحته، بدون ما نسأل أهل الخبرة أهل العلم. لما نتكلم عن أي موضوع عن الفلك لازم نفهم إحنا إيش بنقول في الفلك، لازم يكون عندنا خلفية عن الفلك، ما يصير نتكلم كده وخلاص. أي موضوع نتكلم فيه لازم نكون فاهمين بنتكلم عن إيش بالضبط، ما نتكلم وخلاص. صار حاجة، حصلت قصة، لازم نرجع لأهل العلم ونشوف إيش الموضوع بالضبط. للأسف الشديد عندنا وعندنا حصريا ناس بيقولوا الفنان الفلاني طلع من قبره ثعابين، الفنانة الفلانية كل يوم بيجيها ثعبان، فنان من الفنانين فتحوا القبر لقوه كله ثعابين. كلام كثير جدا بيتقال وما بنشوف الكلام ده أو ما بنسمعه من الغرب. حاجات مهمة جدا لازم نوقف عندها ولازم ننتبه لأي معلومة إحنا بنوصلها للناس، خصوصا لو كان عندنا قاعدة جماهيرية أو ناس متابعين الأشياء اللي بنقولها، لأنه زي ما قلت معلومة بسيطة غلط ممكن نوصلها لإنسان بيخزنها عنده ومستقبلا بيشتغل عليها فممكن تضره وما تنفعه. أتمنى إنه نفكر في كل الحكايات اللي بنقولها، في كل الروايات، في كل القصص، ما نقول أي حاجة وخلاص، نتأكد 100% من الحاجة قبل لا نقولها. قلنا حاجات بحسن نية أو ما انتبهنا للموضوع ما في إشكالية، لكن مستقبلا إن شاء الله قبل لا نقول أي حاجة نفكر، ندرس، نسأل. ما عرفنا في ناس يعرفوا ويفهموا في أي موضوع بدنا نتكلم فيه، كل المواضيع في ناس متخصصين فيها. أتمنى إنه نرجع لهم وما نخلينا إحنا إلا بنعرف كل شيء وإحنا إلا بنفهم كل حاجة. أتمنى لكم السلامة جميعا، ربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.